ان انا ازاي اطلع المعادله ابني سلوب ديفريشال ايكويشن. انا خلاص عرفت العلاقه ما بين الفورس وما بين الديسبيسمنت، وعرفت ازاي احسب الفيكس اند مومنت. هنشوف دلوقتي ازاي نطلع المعادله اللي احنا هنشتغل بيها. سلوب ديفليكشن ايكويشن، قبل ما نجيب المعادله نراجع بسرعه اللي خدناه في الجزء اللي فات بسرعه. انا عندي لو في كاميرا اي بي هنجد ات اي اند فيكسد ات بي، جوينت اي سبجكتد تو مومنت ام اي، ذا كاري اوفر مومنت ات ذا فيكسد اند بي سي ام بي. The carry over moment at B, MB equal to half the applied moment at A. ومعنى الكلام ده ان MB تساوي نص MA، او زي ما هو موجود هنا MA تساوي 2 MB، او MB تساوي نص MA. النقطة الثانية، العلاقة اللي بتربط ما بين التشكلات ومع الأحمال، force displacement relationship، MA تساوي 4 AI على L في سيتا A، MB تساوي نص MA تساوي 2 AI على L في سيتا A. وقلنا ده الحالة ايه؟ للحالة اللي هي الكاميرا AB hinged at A and fixed at B ومعرضة لحمل عبارة عن عزم at A. دلوقتي انا علشان احل المسألة بتاعتي بعمل مجموعة من الخطوات. عندي مثلا الكاميرا، عندي هنا الكاميرا AB، جزء في امتداد قبلها وامتداد بعدها. هاخد كل كاميرا او كل element عندي، وليكن الجزء AB ماشي، هاخد الكاميرا الجزء ده ما بين A و B، اخده لوحده. اول حاجة هفترض ان الطرف A fixed والطرف B fixed، وده معناه ان الروتيشن at A and B equal to zero، يعني سيتا AB اللي هو الجزء هنا الروتيشن هنا سيتا AB تساوي سيتا BA تساوي صفر. This means that we have to apply counterclockwise moment at end A. هنبقى في عندي fixed end moment at A and clockwise moment at end B. Fixed end moment at B due to applied loads to cause zero rotation. اهو ادي الوضع اهو. انا همنع النقطه دي من الدوران، النقطه دي من الدوران، اخلي النقط دي فيكسد. هينتج عن نتيجه الفيكسيشن ده هيبقى في عندي فيكسد اند مومنت عند اي بي، وزي ما احنا شايفين هو مع قارب الساعه ماشي، وعندي مومنت فيكسد اند مومنت at B fixed end moment BA، وده مع عقارب الساعة، ده طبعا موجة، والفيكسد end moment هنا ايه؟ سالب. خلاص. الخطوة التانية هي ان احنا هنعمل ريليز وهنأثر بعزم مع عقارب الساعة بينما يكون الطرف الثاني فيكسد. يعني هنبدأ بالنقطة A، هنعمل لها ريليز، ريليز اند A، وهنأثر نأثر عليها بعزم مع عقارب الساعة، ريليز اند A against rotation، هيتسمح لها بالدوران روتيت ماشي، و by applying clockwise moment MAB. While the far end النقطة الثانية B هتفضل زي ما هي fixed. While the far end node B is held fixed as shown in figure. اللي هو ايه؟ الجزء ده.
طبعا انت على طول بما انك تابعت الجزء اللي فات تقدر تقول لي ايوه ما دام انا هنا ده جزء فيكسد وده جزء هنري وهنا في مومنت قيمه معينه، يبقى المومنت ده قيمه العلاقه ما بين الفورس ديسبليسمنت ريليشن شيب ام اي بي بتساوي 4 اي اي على ال في سيتا اي بي اللي هي الزاويه دي، والكاري اوفر مومنت بنص القيمه يبقى 2 اي اي على ال سيتا اي بي. وما ننساش هنا ان الكاري اوفر مومنت بيكون في نفس اتجاه الابلايد مومنت، ويبقى بالتالي نتيجه هنا انا عندي ام اي بي وعندي ام بي اي. بعد كده هعمل نفس الحاجه، نغير اللون، هنعمل نفس الحاجه عند بي، هنخلي النقطه هنا ريليز اند بي اجينست روتيشن ات اند بي روتيت ات تو اتس فاينل بوزيشن باي ابلاينج كلوك وايز مومنت ام بي اي وايل ذا فار اند اللي هي نود اي از هيلد فيكسد. يبقى انا هنا هاثر بمومنت ام بي اي هيبقى 4 اي اي على ال سيتا بي اي، اما في الاتجاه الثاني هيبقى نص القيمه اللي هي 2 اي اي على ال سيتا بي اي. يبقى ادي مره عملتها عند اي ومره عملتها عند بي، الجزء ده موجود في الشريحه القادمه اللي هو ام بي اي هتساوي 4 اي اي على ال سيتا بي اي، والكاري اوفر مومنت عند اي هيساوي 2 اي اي على ال سيتا بي اي. خد بالك احنا هنا بنتكلم عن سيتا بي اي، بينما لما في الحاله الاولانيه بنتكلم عن سيتا اي بي. هنسيب الجزء بتاع سوي دلوقتي. يبقى ده معناه ان انا عندي فيكس اند مومنت وعندي مومنت عند A وعندي مومنت عند B. خلينا يبقى نجمعهم مع بعض. لو displacement relationship if the end moments due to each displacement and the loading are added together the resultant moments at the end may be written as يعني for each end of the member all the end moments corresponding to the virus various deformations are added to the fixed end moments the following expression will be obtained. يبقى عندي ال MAB هي عبارة عن حاجتين، ال fixed end moment ماشي والمومنت اللي انا عملته في الخطوة اللي فاتت. يبقى اول حاجه الفيكسد اند مومنت هو اي بي، خلينا نحط كده نغير اللون نخليه هنا مثلا اخضر. يبقى انا عندي اول جزء هو اهو هنجمعهم مع بعض. اول حاجه عندي فيكسد اند مومنت عند اي بي وعندي هنا ام اي بي 4 اي اي على ال في سيتا اي بي ماشي. عندي جزء هنا اللي هو الروتيشن اللي هو في الجزء عند اي ماشي هنا، وعندي الجزء الناتج عند في الناحية التانية اللي هو ايه الجزء ده. ماشي يبقى ده معناه ادي فيكس اند مود ادي واحد وادي 4 اي اي في 4 سيتا اي ماشي، ادي الجزء الثاني
وعندي 4 اي اي على ال في 2 سيتا بي، وادي الجزء الثاني. ماشي، الجزء الاخير ده هنستنى عليه لما نحل فريم وز سوير. يبقى ده معناه ببساطه الام اي بي بتساوي الفيكسد اند مومنت عند اي بي زائد اي اي على ال 4 سيتا القريبه، 4 سيتا القريبه زائد 2 سيتا الايه البعيده. يبقى المومنت سلوب ديفليكشن ايكويشن ام اي بي بتساوي الفيكسد اند مومنت عند اي بي زائد اي اي على ال 4 سيتا القريبه اللي هي سيتا اي زائد 2 سيتا البعيده اللي هي سيتا بي. الجزء الخاص بالسوي هندرسه بعدين. وعشان كده هي دي المعادله اللي احنا بنشتغل بيها. if there is no relative displacement between the ends of the member، يعني ما فيش عندي سوي حاليا هنستنى عليه، يبقى ام اي بي بتساوي الفيكسد اند مومنت زائد 4 سيتا القريبه 4 سيتا اي زائد 2 سيتا بي، وبالمقابل ام بي اي هتساوي ايه؟ 4 سيتا بي زائد 2 سيتا اي. ماشي، طبعا ده كله مضروب في الاي اي على ال ومجموع عليهم الفيكسد اند مومنت ات بي اي. طيب بعد ما هاجي اعمل ال بعد ما طب انا جبت المعادلات دلوقتي هعمل ايه؟ ببساطة هتعمل اتزان، هتعمل اتزان. عندك نرجع للحالة دي، نرجع للجوينت ايه هنا؟ ده معناه ان انت في عندك هنا في الحتة ديت ام اي بي، صح؟ وفي عندك هنا ام بي اي، بي اي. ماشي، وبعد كده هنا مثلا لو قلنا ان النقطه ديت مثلا سي، يبقى هنا في ام اي سي، صح؟ وهنا في ام سي اي، لو قلنا ان هنا في دي يبقى هنا ام بي دي، وفي عند الطرف الثاني ام دي اي، وهكذا. ايه اللي هيحصل هنا؟ ان انا هعمل اتزان، هعمل اتزان. المومنت عند ايه لازم يبقى بصفر، اللي هو عند المومنت هنا عند نقطه ايه، عندي مومنت من في الجزء من اي بي وعندي مومنت اي سي، المفروض ان الكاميرا تكون متزنه. سيجما مومنت سيجما ام اد جوينت اي تساوي صفر، يبقى ام اي بي زائد ام اي سي تساوي صفر. وعندي معادله ثانيه عند جوينت بي، ام بي اي زائد ام بي دي تساوي صفر. مثال محلول هنشوف ازاي نحل المعادله ديت. معادلات، معادلتين في مجهول او معادله في مجهول نحلها. هنجيب المجهول عندي اللي هو سيتا اي وسيتا بي، اعوض بيهم في المعادله اجيب الفاينل مومنت.